يعني اليوم يعني شيء مهين، يعني خلي كل إنسان يتكلم ضميره إذا عنده ضمير. يعني إحنا اليوم من نطي السلطة مرة أخرى للإطار، شنو هو الإطار اللي سوانا إياه؟ مستشفى إحنا ما عندنا بالعقد، هاي الكهرباء حضرتك أنت انقطعت الكهرباء أكثر من 66 مليار نقدر بيها نسوي دبي أربع مرات، ما عندنا كهرباء، ما عندنا شوارع، أطفالنا تبيع. هذا إنجازات الإطار على الشعب العراقي أخي أستاذ عدي، هذه الحقيقة. يعني ما نجيب واحد يقعد بالإعلام يقعد يقول لنا الانتخابات هذه الانتخابات حقيقية وانتخابات مبثقة من الشعب العراقي. بالتالي شو نسوي؟ لا لا بالتالي شو نسوي؟ شو نسوي؟ لا لا بالتالي شو نسوي؟ هاي صناديق الاقتراع وهذه النتائج يعني التي فرزتها 80%. شلون أستاذ يونس؟ أذن أستاذ شعلان ما إذا قاطع بس بس ملاحظة نقطة نظام. يعني بس خلينا نسمع نقطة النظام أستاذ شعلان، تفضل أستاذ يونس. تغريدة السيد الصدر في تغريداته وصف هذه الانتخابات بأن أنزه انتخابات في تاريخ العراق. أي إذا كنت يعني تؤمن بالسيد محمد الصدر. أسأل حضرتك ليش ثار التيار الصدري؟ ليش ثار؟ ليش 30 شهيد في المنطقة؟ لأغراض سياسية ما لها علاقة بالانتخابات. إذا أحكي عن الانتخابات، الانتخابات وصفت بأنها أنزه انتخابات في تاريخ العراق. صح.